هذا الشكل النهائي للثوم. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، عبينا كذا اكياس. افضل من تحطون الثوم كله في علبة واحدة، يبقى عندكم كأنه فرش، طلعونه من الفريزر كأنه فرش. السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم هنسوي طريقة تخزين الثوم بالفريزر بدون اي اضافات، لا ملح ولا زيت ولا اي شيء، وفي نفس الوقت يوفر معكم وقت. انا طول السنة يعني اذا خلص عندي اسوي كمية نفس الطريقة هذه، ويبقى عندي تطلعونه من الفريزر كأنكم توكم دقينه الحين فرش. عندي هنا كمية ثوم غسلتها، تقدرون انتم تشترون الثوم مقشر او انتم تقشرونه، هذا عاد براحتكم انتم، لكن هذه الطريقة توفر عليكم وقت. يلا نقول بسم الله. عندي محضر، هنا محضرة الطعام، وابدأ احط الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم، طلعوا الكمية كلها. خلاص كده كفاية، طبعا الفرم على مراحل، خلينا خلصت فرم وأوريكم الطريقة. بسم الله، شوفوا هذه أول دفعة فرمناها، ما تحطون كثير في محضرة الطعام عشان يفرم معكم زين. شوفوا بسم الله، شوفوا كيف شكله. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحطه هنا. وكان نفس العملية لما أخلص كل كمية الثوم، بعدين عايز أوريكم. شوفوا ما شاء الله، خلاص هذه الكمية كذا. طبعا هذه 2 كيلو ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كيف شكله. عندي هنا كاس صغيرة، وابدا اعبي. نحط ملعقة، انتوا عاد ملعقة كبيرة ملعقة صغيرة حسب احتياجكم. بسم الله، واحطها واسكر عليه واحطه هنا في العلبة. طبعا علبة، وبعدين اذا خلصت اغطي العلبة واحطها بالفريزر ما تطلع عندي ريحة. واذا انتوا عندكم الفريزر صغيرة يعني ما في مكان للعلبة، تقدروا تحطونه في كيسة كبيرة وتربطونها، مستحيل يطلع ريحة عندكم. أنا دايما أسوي الطريقة هذه ما يطلع عندي ريحة بالفريزر. بسم الله كذا، وأسكر عليه. خليني لما أخلص الكمية كذا وبعدين أوريكم عن الشكل. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كذا، هذه يريحكم ووفر عليكم وقت، وفي نفس الوقت ما يغير الطعم عندكم ولا لون الثوم ولا عليه أي إضافات، يعني لا عليه زيت ولا ملح ولا أي شيء. تقدرون تستخدمونه لأي طبخة. أما الطريقة هذه دايما أسويها وتريحني في الطبخ. خليني أخلص الكمية بعدين أوريكم أرضي بالشكل النهائي عشان أنا ما أبغى أكثر عليكم فيديوهات. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، خلاص خلصت هذه الكمية كلها. الحين أحطها في الفريزر وأسكر عليها، كذا أريح لكم. تاخذون كيسة بكيستها، وفي نفس الوقت ما يطلع عندكم ريحة. أفضل منكم تحطونه بعلبة، العلبة تطلعونها بعدين تدخلونها، ما يصلح. وشوفوا لونه ما يتغير، يعني حتى لو طلعتوه من الفريزر يصير عندكم اللون كأنكم توم مسوينه فريش.